هاي منطقة سوق الشعارين، هاي بدرس طاهرين غاد العمار. لحد الآن المنطقة القديمة تعاني من المدارس، هسه تبستوا يجون يشيلون هالانقاض هذه والطلاب ترتاح. التاريخ المدرسة 1856 مدرسة طاهرة، تاريخ عميق، ولحد الآن ما حد جاء عليه، لا مسؤول لا مدير التربية لا وزارة، ما حد جاء تابعة. أقدم مدرسة الموصل، تاريخ تأسيسها 1856، درسنا بها، درسنا بالإخلاص وبالطاهرة. بالسبعينات. زين، مطالباتكم من الحكومة شو طالبين؟ تنظيف المدرسة، تشيلون إنقاذ حتى الطلاب يرجعون يداومون بها، سواء مدرسة الإخلاص أو الطاهرة. الطاهرة أقدم مدرسة الطاهرة. زين، بيها بعض المخالفات الحربية للمدرسة؟ لا، ما بيها، نظيفها هي، بس تشيلون هالإنقاذ هذا ونصفوها. والله حاليا احنا في منطقة نبي جرجيس، قرب شارع نبي جرجيس ومقابل جامع النبي جرجيس. هاي المدرسة مدرسة تاريخية قديمة، يعني صالة فترة كثيرة، يعني 1856 تاريخها يعني. وهاي المدرسة يعني لازم تتعمر، لما تروز يعني دحق محطوط الانقاض بيا، تكرم يعني نفايات عايزتون بيا، جو مسؤولية وشعوها وشيك وعملوا واخذوا قياسات وجو اشتغلوا فترة وانسحبوا، جو هم بعدها وهم كل شيء ما عملوا. الناشد يعني جماعة الاعمار التربية، يعني هاي مدرسة تربط بين منطقة جمع كبير والحضيغة وليدك تبرقة، يعني سوق الشعين كلهم يجون يداومون بها. يعني هاي مدرستين، كانت مدرسه مال البنات ومدرسه مال البنين. ولهذا الناشد يعني مثل ما يقول السيد المحافظ نجم الجبوري بان ينظر نظره العطف على هاي المنطقه المنكوبه، ومعني منطقه لحد الان بيوت تعبانه جوا، يعني النفايات والبيوت المهدمه وقسم مكانات حتى بها. يعني بعض المدارس تم اعمارها الا يعني هي افضل مدرسه والله هاي لهم معف، لهم غايه بها. الذي عي مدرسه هاي القديمه معف، يعني تاخروا الاعمار ماله شلون يعني مدرسه الاخلاص، اول شيء الاخلاص كانت فوق، بعدين انضم الصوت معالي، يعني مدرسه كبيره من تعتبر يعني من يعني من هون تنطلي الساحه مال الطاهرة. حتى شلون هاي المنطقه اذا تعمرت هاي المدرسه، هاي حواليها هاي المناطق كلها يجون يداومون بها. ليش يروحون مثل ما يقول لي الحضيره ولي الفاروق وقسم منهم لي باب سنجرع يروحون مثل ما يقول؟ يعني هاي المنطقه المدرسه تعمرت والمناطق اللي حواليها تعمر، يعني تعمرت والنفايات انشالت، على الاقل شويه سيغ ها حركه شويه، العالم شويه مثل ما يقول تتح يعني طريقه شغلاتها مثل ما يقول.